حبي وفؤادي، الكل يترقب مصر اول المجموعه الاولى. ثلاث انتصارات على زيمبابوي بهدف، امام الكونغو الديمقراطيه بهدفين، امام اوغندا بهدفين، سبع القاب، المباراه رقم 100 لمصر في نهائيات الامم الافريقيه في هذه الليله في هذه الامسيه امام جنوب افريقيا، احد التوالد ثالث المجموعه الرابعه بخساره امام كل من كوت ديفوار في اول لقاء، فوز على ناميبيا بهدف وخساره بالمغرب بهدف. كان المباراه بصفة المنتخب المصري وطموحات واحلام الجميع في استاد القاهره هنا اللي هيشهد في حال فوز مصر تلتقي ان شاء الله مع نيجيريا يوم 10 يوليو في هذا العام. تشكيله المنتخب المصري في حراسه المرمى محمد الشناوي، احمد المحمدي، محمود علاء، واحمد حجازي، وايمن اشرف، امامهم طارق حامد ومحمد النني في منتصف الملعب، تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومروان محسن في المقدمة. عودة كل من محمود علاء مكان باهر في مباراة طبعا الماضية اللي كانت أمام منتخب أوغندا، مروان بيبدأ أساسيا اليوم بعد ما كان دخل مكان كوكا بإصابة كوكا، وأيضا عودة طارق حامد في لقاء اليوم مكان قطعت الكورة. أدي أمامنا لورش لاعب اللي بيلعب في نادي أورلاندو بايرتس، وأدي الكورة هجمة المصرية الواعدة عن طريق أيمن أشرف، يلف عرضية لكن هنا على طول التغطية دفاع تعادل وسبع لقاءات ودية. استلام على طول أمامنا هنا ومحاولة من مروان يسعد الله، هروب ومهارة وتمريرة والمحمد العرضية القوية وهي بتاعتك يا صلاح، لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. حلوة الكورة، حلوة المحاولة، حلوة البداية، حلوة الانطلاق. أحمد المحمد يعمل عرضية ترتطم هنا في الدفاع وتعود الكرة إلى المكسيكي خفينا جايني يا ولد على المرور، مرور حلو قوي ورايح، ولكن هنا على طول تدخل وحكم اللقاء إيريك أوتوجو من أصحاب الخبرات الكبيرة، الحكم الجابوني اللي حكم في 2012 و2013 وأيضا في 2015 و2017 كان أدار مباراة مصر هدف في هذا العام مع نادي الزمالك في لقاءات الدوري. الكرة الملفوفة قوية قوي من عبد الله البطولة في السنوات السابقة. أدي التحرك على طول، تغطية دفاعية ممتازة الحقيقة من طارق حامد، ولكن هنا في تدخل وسي في مباراة بوركينا في نصف النهائي النسخة الماضية. كرة أمامية حلوة ولعب في دونكستر، ولكن الكرة الخطيرة بتاعت طاو لكن في منتصف المرمى وما بين اللاعب اللي مكمل أمامنا، التسديدة طارق حامد قوية. كرة أدي أمامنا المنتخب المصري، حرك حلو قوي من جانب تريزيجيه ويلعب الكرة العرضية لكن المساحات على طول. لورش اللي دخل النهاردة أساسيا لأول مرة، محاولة من جانب اللاعب مكونجو لكن الكثافة والتكدس، وفاول في منطقة خطرة جدا لصالح المنتخب الجنوب افريقي. فاول في هذه الكرة، هذه اللقطة، ادي امامنا فاول على عبد الله السعيد في اللقطة الماضية مع اللاعب مكونجو للشناوي، طاو ومواجهة مع الشناوي وتسديدة يا ولد يا ولد يا ولد. محمد الشناوي بيزود على عرينه هنا في هذه اللقطة في مرمى المنتخب المصري، ملعوبة حلوة قوي من طاو اللي سدد ثلاث مرات، مرتين شالها له محمد الشناوي الظهير الايسر اللي كان متقدم الى انتي. الكرات العاليه خطره، يا عيني يا عيني يا عيني على اللقطه، يا عيني على الاجاده هنا في هذه الكره. محمد الشناوي يحمي عرينه للمره الثانيه باجاده كبيره، وثلاثه على ثلاثه يروح محمد صلاح وهي بالشمال يلعبها حلوه. تريزيجيه في البعيده، يا راجل في البعيده، يا راجل في البعيده تريزيجيه، لكن يضيع. لكن هجمه حلوه وهجمه مع الدفاع المنتخب، لكن طارق حامد شوف امامنا ما شتتش، ومحمد صلاح انطلق في هذه اللقطه وتريزيجيه بطوله بهذا الشكل بهذه الكيفيه. كره ملعوبه حلوه منتخبنا، لكن على طول التغطيه الدفاعيه في كورتين مع الشناوي والفاول اللي انقذه، وادي واحده في العمق والهدف الاول. وتدمر الفنيه تعود للجهاز الفني، المهام اللي مكلف بيها خطيره. الكره خطره خطره جدا. ادي اللاعب لورش اللي بقول لحضراتكم واحد من مفاجات التشكيل، غاب زواني فلعب امامنا لورش اهو. بص حضراتكم الراجل ده بيدخل في العمق، لازم المنتخب المصري ياخد باله في هذه الكره. تفويته حلوه، كمل حلو قوي المحمدي، المحمدي لكن على طول التحرك، التكمله قصيره. الكوره دي امامنا الى انتي جنوب افريقيا، المفانا رفانا الاولاد والكرات العاليه، لكن على طول المرعب بشجاعه بيلعب باداء في خطوره خطيره خطيره خطيره. لكن مطيبه مطيبه يفتح اللعب على طول، مساحه الفاضيه، التسديده القويه خطره جدا خطره. كوره كوره في المنطقه الخطوره من جانب اللاعب موكوتشو. المنتخب الجنوب افريقي قاري كويس منتخبنا الوطني، بيلعب في المساحات والفراغات الموجوده في وسط ملعب منتخبنا، وكره من مكور بينيه
ولد يا ولد احمد الشناوي اختار القدم بحل رائع وبفدائيه وباخطاء نتمنى ان لا تتكرر امامنا. ادي الكره الملعوبه والشناوي نجم الشوط الاول لان المنتخب المصري في مشاكل وفي ثغرات في وسط الملعب وفي ايضا التمركز الدفاعي. بص امامنا هنا حاول محمد صلاح في محاوله من اللاعب امامنا هو دي فاول 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 على محمد صلاح مع اللاعب ماكوينزي امامنا. فاول من محمد صلاح ادي ماكوينزي. شوف بقى نلحظ دائما اللاعب ولاتشوي 14 واللاعب ماكوينزي الاثنين بيلعبوا في نادي بيت فيستويتس اللي كان لعب. محمد صلاح مسافه بعيده نسبيا وبجواره عبد الله. محمد صلاح يسدد لكن الى خارج الملعب تطلع الكوره الى ركله مرمى. كوره في الدقيقه 45 بخلاف الوقت البدل الضائع في الشوط الاول اللي ما زال تعادل سلبي حتى الان في استاد القاهره. ادي كره محمد صلاح تسديده قويه تعادل سلبي اقل. كلمه سريعه للزميل احمد فؤاد بعد الفصل. في سبع محاولات على المرمى لكل فريق، اثنين بين العرض والقائمين لكل منتخب. نسبه استحواذ منتخب مصر وصلت 67% مقابل 3. كره عدت المنتخب المصري حول امامنا هنا مسدده ادي امامنا النني. هي كانت هتروح سجل في نهائي 2017 في مرمى الكاميرون ولكن اول كره واول مسانده واول ظهور للنني. لكن بص شوف تريزيجيه المرور والتعب على طول امامنا هنا والتحرك المره دي من جانب اللاعب بيلانتي خطيره لكن ايطاليا. ادي امامنا حضور رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضه. ادي انطلاق احمد المحمدي يلعب من جنب اليمين الكره العاليه لكن امامنا عدت بالارقام وبالنتائج مرحله ما بعد هيكتور كوبر الارجنتيني اللي فوز باكستان. طبعا مادي هو اللي بيكمل عبد الله السعيد المايسترو اللي منتظر الكره الاماميه لك على طول. محمد صلاح هي على شمالك لكن قنبله ترتد المره دي وشكل مميز قوي الى محمد صلاح. ادي محمد صلاح فرس الرهان لكره الاول مع طارق حامد طبعا وجهه اجاده كبيره قوي للشناوي. تمريره حلوه قوي الكوره تريزيجيه جت لك هديه يا راجل. محمد صلاح بيصنع وتريزيجيه مستعجل في القرار لازم يكون اتقل من كده على الكوره. بص الكوره مش هتجيلك تاني لكن بص محمد صلاح البينيه الحلوه قوي 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 عنده حلول كتير قوي ممكن يستلم وممكن يروح يستعجل في القرار. مهمه رقابه مهمه في الكرات الثابته امامنا هنا محاوله لكن يطمع فيها شمال الى ايلانتي سقط الكره العاليه وادي على طول حجازي ولد مميز عماره واحمد حسن وهاني رمزي وطارق مصطفى. وادي الضغط هنا والخطأ الدفاعي والركنية الثانية في اللقاء لصالح المنتخب الوطني في هذه الكرة. وهذا يبقى معاهم برضه أسامة نبيه طبعا والكابتن حازم إمام وحسام حسن وعبد الستار صبري مجموعة اللي فازوا بهدفين سجل أحمد حسن. وسطن المصري الكرة العالية لكن التغطية الدفاعية المرة دي ترجع مرة ثانية التسديدة القوية اللي طبعا النجم الكبير وهاني رمزي بيطلع عبد الله السعيد وبينزل عمرو وردة. يلعبها اللاعب ايلانتي الكرات العاليه الخطيره لكن على طول برافو لمحمد دولي اخيرا كان في مرمى اسواتيني. ادي انطلاقه المره دي ايمن اشرف يلف الكره امامنا هو تريزيجيه على القائم الاول واحمد حجازي تلفت كره عاليه لحجازي لكن على طول فاول 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 لصالح ويليامز فاول لصالح الحارس رونوان ويليامز حارس مرمى فريق نادي سوبر سبورت يونايتد. اول مباراه لويليامز كانت امام البرازيل ومنتخب البافانا بافانا. تراجع في الشوط الثاني باستثناء كره ايلانتي الكره العاليه الكرات العاليه الخطيره في الاول وكانت لتريزيجيه ايضا في الشوط الثاني. وادي امامنا الكرات الطويله السعيد التبديل اللي تم من حوالي 7 دقائق لم يحدث تغيير خطره جدا لون مرات رابع بقى بمختلف العدد الفرق المشاركه اللي طبعا محترم الحقيقه. واقع ماكينزي امام منتخب مصر عمل تبديلين يبقى لي تبديل في هذه المباراة. ادي الرقابة الترجيح ادي امامنا الكرة في ظهر المدافع تريزيجيه لم ودخل وفات ولكن المرة وجري وانتظر القادم. ادي امامنا محمد صلاح لكن قصير سند من جانب ماكنزي حذاري من هذه الكرات يغمزها امامنا محمود علاء لكن في نفس وليد سليمان مكان محمد النني. امامنا وليد سليمان الى محمد صلاح يبحث عن وليد هي وادي الملعب فاضي وادي امامنا انطلاقه خطره جدا اللاعب لورتش يسجل. لورتش امامنا هنا في لقطه دراماتيكيه في هذه الكره في الدقيقه 85 لورتش ينفرد امامنا هنا غامر خفير ايجايري اخرج النني. يا ريتك ما كنت عملت التبديل ده لكن امامنا هنا هي دي كره القدم هي دي احكامها وهدف ياتي في
هذه اللقطة من خلال خطأ فضي فضي وسط الملعب، انطلق أمامنا هنا مفاجأة اللقاء. لونش خد التمريرة من اللاعب أمامنا، هو اللي مرره اللاعب موتيبا في هذه الكرة وهذه اللقطة. بص موتيبا وطاو والتحرك المرة دي، فين فين التغطية الدفاعية؟ انطلاقة الأمل عند محمد صلاح، يحاول التمرير والانطلاقة، وليد عاملها لصلاح لكن التغطية